حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيامة الليل. هذا الحديث العظيم فيه تحريض من النبي عليه الصلاة والسلام على قيام الليل، وتشجيع الصحابة على ذلك، لا سيما شبابهم. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا إذ ذاك حينما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه دعوة إلى المسابقة في الخيرات، قال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى هذه المنافسة الأخروية الدينية، يقول: لا تكن مثل فلان. ويجوز للإنسان أن يذكر أحدا في باب المنافسة، يقول: لا تكن مثل فلان. يعني يجوز للعالم أن يقول لأحد طلابه: لا تكن مثل فلان، طلب العلم وترك، أو لا يحضر مثلا إلا شيئا. هذا ليس من باب الغيبة، لا، هذا من باب الدعوة إلى المنافسة. الأمر الآخر، دل هذا الحديث على أن من اعتاد الخير فلا ينبغي له أن يترك هذا الخير، فهو باب من أبواب الخير فتحه الله له، فلا يكفر نعمة الله. ولذلك إذا فتح لإنسان باب من أبواب الخير فعليه أن يتمسك بهذا الباب. وأبواب الخير كثيرة، فالله جل وعلا قد يفتح لك باب الصيام، أو يفتح لك باب قراءة القرآن، أو يفتح باب لك باب الصدقة، أو باب قيام الليل، باب الدعوة إلى الله، باب العلم، باب العمرة، باب الحج، باب بر الوالدين. فلا ينبغي للإنسان أن يترك هذا الباب، لأن هذا نوع من أنواع كفران النعم. فالله جل وعلا من عليك وتفضل ووهبك ومنحك هذا الباب، فتقوم فتترك هذا الأمر، هذا لا يليق بالمؤمن أن يتخلى عن مثل هذه النعم. ولذلك لو أنه في أمور الدنيا ما تركها، ما يمكن أن يتركها ويحرص عليها، بل قد يعض عليها بالنواجذ. لكن في أمور الآخرة تجد للأسف الشديد أن بعض الناس يترك هذا الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عمله ديمة، ما كان يترك العبادة والطاعة، بل إنه إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وآله وسلم.